التواصل يستمر في هذه اللحظات وانطلاقة هذا الشوط. نتابع وإياكم هذه الانطلاقة، نتابع هذه الأسماء المنطلقة في هذا الشوط، ونتابع اندفاع شوط البكار الثالث في هذه اللحظات وهو الشوط 11. نتابع هذه الانطلاقة وانطلاقة هذا الشوط، المقدمة والصدارة مع المركز الأول. هنا عشم على المركز الأول لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، ويضم لها محسن بن علي الفراج مع المركز الأول في هذه اللحظات، بينما النقلة على المركز الثاني. نتابع المركز الثاني واللي هناك اللي هو وزن لهجن أم الزبار وبقيادة مبارك بن صرير المري من يتابعها، بينما النقلة على المركز الثالث. ونتابع اللي على المركز الثالث في هذه اللحظات اللي هي جناح لهجن أم الزبار وبقيادة عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري في المركز الثالث. المركز الرابع نتابع في هذه اللحظات الوصول من شور لهجن أم الزبار وبقيادة مبارك بن صرير المري، والمركز الخامس هنا في خامس المراكز نتابع لفريدة لهجن أم الزبار ومع أيضا المضمر فاران بن محمد بن قريع المري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى وما خلف الخمس المراكز من أسماء، ولكننا بنعود لشعار هالعين خالد في مقدمة الشوط متواجدين مع عشم بالمركز الأول في المقدمة. نتابع عشم اللي مسيطر على مقدمة الشوط منذ الانطلاقة هنا في هذه اللحظات، نتابع عشم على المركز الأول وعلى المقدمة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، ويضمنها محسن بن علي الفراج المركز الثاني. شوفوا القدوم من شور لهجن أم الزبار وبقيادة مبارك بن صرير المري، بدأت تتسلل. الله يا سلام، انطلقت ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله على هذا الأداء وعلى هذه الانطلاقة القوية في مقدمة الشوط. الله على هذه الاندفاع مع شور اللي بالمركز الأول. المركز الثاني نتابع اللي في المركز الثالث في هذه اللحظات اللي هي الهورية لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم الثاني، ويضمنها جابر بن علي بن جرحم المري، ولكن هنا القدوم ايضا في هذه اللحظات من جناح لهجن ام الزبار وبقيادة عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري. والمركز الثالث هنا نتابع ارتفاع لهجن ام الزبار وسعد بن سالم بن حمد الهول النعيمي، ولكن خلاص قفلت الشوط هناك شور لهجن ام الزبار مع مبارك بن محمد بن صرير المري. يا سلام على هذا الأداء وهذا الناموس المستحق، نتابعها ونتابع انطلاقتها في هذه اللحظات. تهانينا وناموس لهجن أم الزبار، والتهنئة موصولة لمبارك بن صرير المري. وصلت على المركز الثاني، هنا من وصلتنا على المركز الثاني الشحانية لسعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن سعود بن عبد الرحمن الثاني، ويضمنها حمد بن محمد بن علي الجرحى بالمركز الثالث. المركز الثالث أرياف لهجن أم الزبار مع مبارك بن صرير المري. المركز الرابع وصل الجناح لهجن أم الزبار مع عبد الله بن علي بن سلام الهاجري. المركز الخامس وصال لهجن أم الزبار وبقيادة جابر بن علي بن نجم المري. شاهدنا هذا الشوط وشاهدنا هذا التحدي والإثارة، وشور هي من انتزعت هذا الناموس المستحق في هذا الشوط. نتابعها ونتابع انطلاقتها إلى خط النهاية، وبنعطيك الناموس هنا في هذه اللحظات مع الفوز ومع الناموس المستحق، فوز شور في هذا الشوط. يا سلام يا شور، من فازت في هذا الشوط وانطلقت لهجن أم الزبار ولهذه المؤسسة العملاقة. هنا من تنتج الندر، نتابعها في هذه اللحظات. توقيت 2:55، 61 جزء من الثانية. تهانينا لهجن أم الزبار، والتهانية موصولة للوحش مبارك بن صرير المري. وصلت على المركز الثاني اللي هي الشحانية، توقيتها 2:57، 15 جزء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن سعود بن عبد الرحمن الثاني، ويضم لها حمد بن محمد بن علي الجرحب المري. تهانينا لهم على هذا الناموس. المركز الثالث من وصلتنا هنا اللي هي أرياف، وتوقيتها 2:58، 25 جزء من الثانية. تهانينا لهجن أم الزبار، والتهنئة موصولة للوحش مبارك بن صرير المري.